انا سيف خالد صلاح عبد العظيم، بلعب هنا في الجمباز في النادي الاهلي اللي في الجزيره بقالي 7 سنين، وبحب الرياضه دي عشان هي ممكن تعمل لي حاجه عظيمه في المستقبل. أهلا محمد طلعت، أنا والدة سيف خالد، اللاعب سيف خالد، بوليد 2007. سيف بصراحة الجمباز فرق معي كتير جدا، اللعبة ذات نفسها جميلة جدا، فرقت في شخصيته، فرقت في سلوكياته، فرقت في كل حاجة بصراحة، يعني في تصرفاته، في معاملاته، يعني بصراحة لا الجمباز خلى الموضوع مع سيف حلو. هو اي نعم كان متعب في الأول شوية، بكل إن هو لعبة صعبة شوية، بس هي ليها متعة حلوة. خلت ازاي ان هو يبقى فيه فرق بينه وبين اي لاعب تاني بيلعب رياضه تانيه؟ لا الجمباز فعلا بيخلي اللاعب ان هو فعلا شخصيته قويه، متحمل المسؤوليه، بيعرف يتعاون، بيعتمد على نفسه كليا، حتى وهو في البيت بيبقى معتمد على نفسه، في المدرسه معتمد على نفسه، في اموره الذاتيه بيبقى معتمد على نفسه، ان هو بيساعد نفسه، بيحاول ان هو يكون ويطلع اي حاجه جواه ذاتيه ممكن تساعده في المشوار اللي هو فيه. فكليات هو معتمد وبيساعد نفسه بشكل كبير جدا، وده بيساعدنا احنا كاولياء امور بقى كلاعبين، ان احنا بنبقى الدنيا بتهدى شويه معانا. كل ما بيكبر اللاعب، كل ما هو بيدرك قد ايه اللعبه دي بيبقى ليها مسؤوليات كبيره وحاجات اكبر، فبيبتدي ان هو يعتمد على نفسه اكتر، وده بيخف معانا احنا كاولياء امور، ان هم خلاص بداوا يدركوا، بيدركوا بسرعه جدا، بيبقى الوعي الادراكي عندهم عالي جدا، فبالتالي الدنيا بتبقى اهدى كتير والمواضيع بتبقى اسهل كتير. كل ما اللاعب يكبر الصعوبات بتكتر كلعبه، لكن كمقدورات للاعب لا بيبقى هايل، بيبقى صراحه مريح جدا جدا يعني. الجمباز خلاه يتحمل مسؤوليه كامله، مسؤوليه نفسه في البيت، هو المسؤول عن نفسه كاحتياجاته، كاحتياجات ترتيبات لنفسه، تجهيزاته من اول ما يصحى من النوم لغايه طول اليوم، بقى هو واجباته ايه الاساسيه في البيت، متعاون في البيت يعني متحمل مسؤوليه غرفته، متحمل مسؤوليه تجهيز كل حاجه خاصه بيه، متحمل ترتيبات مواعيده، دراسته برضو بيبقى هو متحمل مسؤوليتها من جهه المذاكره، هو بيذاكر بنفسه، ما فيش مننا مساعده خالص خارجيه الا حاجات بسيطه جدا. لا الجمباز فعلا خلاني هو شخص فعلا يقدر يتعامل مع كل حاجه بتحمل مسؤوليه عاليه جدا. فبالنسبه للمدرسه هو فعلا متحمل مسؤوليته، بيتحمل مسؤوليه التعامل مع في الفصل، بيبقى بتفرق حتى بينه بين زمايله، بيحسوا ان هو بيبقى حتى قائد للفصل بتاثر فيه، فبالتالي بيبقى تحمله للمسؤوليه بيساعده كتير ان هو يظهر صفات اكتر حلوه فيه. بالنسبه للنادي لا هو بيبقى متحمل المسؤوليه، احنا بنجيبه بالجمباز، بنجيبه حتى النادي هو بيتحمل مسؤوليته ذاتيا، احنا ما بنتدخلش في اي حاجه، احنا مجرد بس ان احنا بنجيبه لصاله التمرين وخلاص كده، يعني هو بيبقى متحمل كل حاجه بنفسه. طبعا احنا عندنا لعيب الجمباز بيتعرض لمواقف فيها تحمل مسؤولية، من ضمنها تعرض لعيب الإصابة. سيف من اللعيبة المميزة عندنا وتعرض للإصابة، كانت جزئية عملت له يعني مشكلة شوية فترة طويلة، طبعا عشان يقدر يرجع للتمرين تاني بشكل منتظم بشكل كويس، كان في طبعا علاجات طبعا هنا في العلاج الطبيعي في النادي هنا، بعدين كان الطبيب اللي موجود للملعب بيطلب ان هو يبقى ياخد بعض تدريبات التقويه وبعض التدريبات التاهيليه، طبعا بتاخد وقت كبير، بتاخد صبر من اللاعب كتير، فدي يعني جزئيه كان اللعيب كان متعاون معنا فيها جدا وتحمل مسؤولية نفسه، لأنه كان بيجي لوحده في بعض الفترات قبل التمرين وبعد التمرين
بيشتغل على الجزئيه دي عشان خاطر يتخطى الاصابه. طبعا الموضوع فرق معاك جدا ان بقى عنده اصرار جدا على الرجوع، وهو تحمل مسؤوليه نفسه في ان هو يعدي الاصابه، وده فرق معانا كتير جدا بعد كده في التدريب. نفسي اكون لاعب في المنتخب واجيب الاول في مصر. انا هنا بساعد زمايلي على تحمل المسؤوليه واخليهم يشتغلوا صح. انا اسمي مصطفى ياسر، بلعب في نادي الاهلي وتحت 15 سنه، لسه طالعه والسيزون الجاي ده كله 15 واللي بعده. انا اول ما بدات سكواش كان حبيته جدا وكان عندي موهبه فيه، فكملت فيه واصريت ان انا اكسب بطوله. انا بصحى البيت بطلب بنزل اخد تاكسي واجي هنا واروح ادخل النادي، اخلص تمريني واحضر الفتنس واخلص والعب شوت والعب ستروكس واروح. التمرينات هتبقى على قد كل واحد، يعني لو مثلا انت 15 هتبقى اصعب شويه، لو 13 هتبقى اقل، فانا تمريناتي هتبقى صعبه عشان انا 15، فبتبقى تمرينات صعبه ومجهود كتير قوي عليا من فتنس والتمرينات وكل حاجه. بيبقى كويس جدا ومهتم بيا وعايزني ابقى حاجه، وهو كابتن ياسر صراحه مهتم باللعب بيا قوي وفرحان بيا ولعبي كويس معاه وتحسن كتير قوي عن الاول. ساعات يقول لي ارفع ايدك وانت بتلعب، ما تبصش بره، ما تركزش بره، ممكن يكون حد بيتكلم بره ولكش دعوه، ركز في اللعب، اجري، اعمل حركات كده. انا هعمل حاجه ان شاء الله في الموسم ده، وعشان انا مستواي اتحسن عن الاول بكتير، وان شاء الله هعمل حاجه واجيب بطولات كتير في النادي الاهلي. انا بلعب في النادي الاهلي بقالي 4 سنين هنا، كل سنه بتقدم عن السنه اللي قبليها، والحمد لله لحد ما وصلت للمستوى ده. انا قضيت 4 سنين في النادي الاهلي كان مستواي كان بيتحسن، عشان كابتن ياسر مبروك كان بيبقى معايا في كل تمرينه، وكابتن محمود عبد الغني في تمرينه الفتنس، فببقى احسن بكتير عن اي سنه تانية قبليها. اول سنه وتاني سنه كنت لسه بقى صغير مش فاهم في اللعب، لكن لما بدات فيها جامد لقيت ان انا عندي موهبه، وكل الكباتن كانوا بيتشكروا فيا ان انا حلو. انا مثلا الاعلى كريم عبد الجواد، عشان انا فيها صفات منه كويسه، وهو لاعب كويس جدا وهادي وفي الملعب، وكل البطولات بيكسب فيها، وعشان هو مصر في الملعب وعنده اصرار ان هو يكسب البطوله دي، فانا بحب كده. مستعد ان شاء الله ناخد بطوله، هاخد بطولات كتيره جدا، والسيزون ده ان شاء الله هحقق حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. ماما وبابا متعاملين على طول معايا وبيودوني هنا ويجيبوني وبيبقوا معايا وفي التمرين، ويخلصوا ويودوني البيت وبيبقوا معايا 24 ساعه. يعني طموحاتي ان شاء الله الفتره الجايه ان انا هجيب بطولات في النادي الاهلي واحقق لهم حاجه وابقى الاول ان شاء الله. مصطفى ياسر طبعا عنده مواصفاته ان هو لعيب عنده اصرار، ان هو طبعا بيكون حتى لو خسران بيقدر ان هو يبقى عنده اصرار ان هو يقدر يكسب الجيمز، وحصل في بطولات كتير جدا بيكون خسران. الجيمز عندنا بيبقى بيست اوف 5 من 5 جيمات، بيبقى خسران 2 لابس، وبيقدر ان هو عنده اصرار وبيقدر يتعب شويه ان هو بيكسب الماتش، وحصل كتير في ماتشات كتير ان هو لعيب عنده اصرار ان هو بيكون لعيب عنده اصرار ان هو يبقى بطل. مصطفى ياسر طبعا لازم علشان يبقى نجم على الطريق لازم ياكل كويس ولازم ينام كويس، ودايما بقول يسمع كلام المدرب بتاعه. معايا جدولي 6 لعيبه، الست لعيبه الواحد بياخد 40 دقيقه التايم بتاعه، 4 تمرينات في الاسبوع. طبعا انا علشان اللعيب بيبقى بطل بحاول ازود له شويه، باجي بزود له يوم او يومين، وطبعا بحاول المستويات اللي هم منسقين مع بعض، لان انا عندي 13 و15 سنه. بعد ما ياخد جرعه التمرين معايا بيقدر طبعا ان انا ادخلهم زي مجموعه مع بعض ان هم يلعبوا جيمز مع بعض، وطبعا يستفيدوا من بعض، وانا بلعب معهم جيمز وبقول لهم طبعا يمشوا، مش مجرد ان انا خلصت التمرين ان هم يمشوا، لا طبعا بنزود شويه في الوقت. اوكي، وطبعا ان هو بيحاول الصغير بيفيد الكبير، والكبير طبعا بنحاول ان هو بدخله مع حد اكبر عشان يستفيد منه. مواصفات لاعب السكواش طبعا لازم يكون هو لعيب سريع، ما يكونش طبعا وزنه زياده. اوكي، لان لعبه السكواش مش لعبه ان هي مهاريه، لعبه السكواش لعبه تعلم. اوكي، ان السكواش طبعا مش زي الكوره انها لعبه مهاريه، لا دي لعبه تعلم.
في لعيب طبعا، في لعيب قوي، في لعيب سريع، في لعيب فكره بيبقى كويس، ده بيقدر ينجي لعبه فرديه. مواصفات طبعا لعيب ان هو لازم يكون طبعا سريع ولازم يكون مركز جوه الملعب.